الجمل والسيارة. خرجت سيارة ذات يوم تتجول في طريق بري، فرأت جملا حزينا يقف إلى جانب الطريق. توقفت السيارة وسألته: ما لي أراك حزينا أيها الجمل؟ الجمل: أنت سبب حزني. السيارة: وكيف ذلك؟ الجمل: لقد أذهلت الناس بسرعتك وتنوع أشكالك وتعدد ألوانك، فأخذت مكاني وتجاهلوني. السيارة: ولما تحزن؟ فقد أرحتك من حمل الأثقال والسفر البعيد. الجمل: ولكني كنت سفينة الصحراء. السيارة: لا تحزن يا صديقي، فما زلت سفينة الصحراء التي تذكر الناس بعظمة الخالق. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمل: شكرا لك أيتها السيارة، فقد أعدت الأمل لي وذهب حزني. إلي وذهب حزني.